الأمريكية. هنا دكتور نقدر نقول انه عملية التسليح وانفاق الاموال على التسليح هو امر ضرورة، ضرورة مش له استعراض وله رفاهية. لا طبعا ضرورة جدا جدا في ظل المعطيات اللي حواليك. وانا ضربت يعني مثل بالاقليم، يعني حتى الارهاب، التوترات، المشاكل، اللاجئين، حتى ان اللاجئين دي برضو لها تأثير كبير عليك جدا. يعني على سبيل المثال احنا في السنة دي والسنة اللي فاتت كلنا عرفنا في كان أزمة في السلع والمواد الأساسية مصر، كان السكر وزيت وأسعار ارتفعت وبتاع. طبعا انت في عندك طلب غير عادي، يعني ناس بتقول هو الحكومة ليه ما عملتش وبنتش وما جابتش وما استوردتش، انت ابتدى يبقى عندك في طلب غير عادي ويزيد. ليه؟ السودان دخل منهم أعداد كبيرة جدا، هنتكلم في حوالي 4 مليون زيادة او 4 مليون موجودين بياكلوا لكن ولا وجا مع الاحداث الاخيرة برضو جاءت اعداد ضخمة برضو بيمثل طلب على السلع والمنتجات بتاعتك برضو. طلب ما كنتش عامل حسابه، طلب غير متوقع، وهو ده اللي البنك الدولي برضو ذكره في التقرير اللي قلت لك في 2016 ان اللاجئين في الاردن واللاجئين اللي راحوا تركيا ده بيأثروا لانك انت محتاج، لانه تخيل في مصر مثلا لو احنا بنخصم 9 مليون دول اللي هم اللاجئين، أيوة. بنخصم استهلاكهم من الاكل ومن الشرب ومن العيش ومن السلع وبتاع ومن المواصلات والمياه والكهرباء هتلاقي الامور فيها وفر كبير، تحسنت نسبيا.